بسم الله الرحمن الرحيم. بدلة عز الدين 3/3/2013. يوجه نداء استغاثة عاجل إلى كافة الكتائب والأندية المشاركة في الريف الحمصي الشمالي للتوجه والزحف إلى بلدة عز الدين التي تعاني الآن من حصار خانق من قبل كتائب الأسد، التي تقوم الآن بمحاولة احتلال بلدة عز الدين التي تحوي عدد كبير جدا من النازحين والرسم والتلبيسة والزعفرانة. هذه البلدة تحوي على أكثر من 1000 عائلة نازحة. القصف مستمر بالراجمات الصواريخ والمدفعية. نطالب الجيش الحر بالزحف العاجل إلى البلدة لوقف ربما تكون أكبر مجزرة قد يرتكبها النظام الكافر في حق هذا الشعب البريء. ونطالب بالزحف العاجل إلى بلدة عز الدين الذي تعاني الآن من أكبر حصار خانق لها منذ بداية الثورة على أهالي المنطقة وخاصة النازحين منهم.